بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في مراجعة سريعة على المنهج. عندنا كتاب وانصار مقدم بعض الأسئلة الهامة ومراجعة كويسة في المواقف. هو مقدم طبعا اختيارين هنا، احنا ممكن يجينا طبعا زي ما احنا متعودين جانا في الترم الأولاني اختيار واحد. تعالوا نشوف الجمل بتقول ايه. تونا ميتي دي موند تاتيني الافات، يعني صديقه بيسالك عن زيك في الحفله. احنا خدنا كلمه تيني يعني زي، خدنا كلمه فيتمو يعني ملبس، خدنا كلمه لوك يعني مظهر، خدنا كلمه اني فورما يعني الزي برضو بتاعك. طيب تعالى بقى بنقول هو هيقول ايه. يبقى هنا في سؤال، هيقول لك كاسكي تيمي الافات، ماذا ترتدي في الحفله؟ ولا يقول لك تيمي كالتيني او كلوب، ترتدي اي زي في النادي؟ ولا اي ملابس سوف ترتدي في الحفله؟ ولا اي زي هو يرتدي في الحفله؟ ولا هي ترتدي ملابس سيئه؟ طبعا الاختيار بقى واضح جدا قدامنا ان احنا هنختار الاولى وهنختار رقم سي. يبقى اخترنا الاولى كاسكوتيمي على فات وكلمه موتيفا ماتر على فات، ده في الجمله الاولانيه. طبعا تعالوا نشوف الجملة الثانية بتقول ايه عندنا. تي تنفورم، وتي تنفورم يعني انت تستعلم. انكو با من صديق سور لا كولير دي سون بول، عن لون البلوفر بتاعه. فبتقول له ايه كاسكتي دي، انت اللي بتستعلم بقى، انت اللي ايه بتقول. فهتقول له كلي لا كولير دو تون بول، اهي واضحة قدامنا جدا. او تقول له تون بول سي كال كولير. طبعا دول السؤالين الموجودين. السؤال الاولاني بتاع الماده الخام، وانا دايما لما بلاقي انت تقول انت تستعلم او انت تسال، يبقى بدور على علامه ايه استفهام قدامنا مباشره. في رقم ثلاثه تي ابريسيي، انت بتستحسن لا كولير دان فاتمون، يعني لون ملبس شايفه كويس بتحبه. فبتقول ايه سيموش، سيموش يعني سيء، ولا سي اوريجينال، تمام دي، ولا سي سوبر، رائع دي تمام. طبعا سينيل يعني سيء، وكومون تي لو تروف يعني كيف تجده، ده السؤال نفسه عندنا في الجمله اللي قدام. في رقم اربعه تي دي كريتون جيلي، انت بتصف السديري بتاعك جيلي. فبتقول طبعا دي كلمه مذكر فهتصفه، يبقى هتقول إلي أكارو يعني هو كاروهات، أو تقول إلي أورجينال. طبعا أنا هستبعد كلمة إلي ألاسي، لأن لاسي دي بروبات دي خاصة بالأحذية، وتالون برضو خاصة بالأحذية والصندل. أما إلي بيل دي كلمة مؤنث طبعا، وجيلي طبعا مذكر قدامنا واضح في الجملة اللي قدامنا. فأنا بقرا الاختيارات كلها وحللها واحده واحده عشان اعرف انا عايز ايه بالظبط. طيب في رقم خمسه تي دي موند، انت تسال انا مي صديق سي فيتمون اون ايفير، عن ملابسه في الشتاء. كاسكي تي دي، انت اللي بتسال. فهتقول له كاسكي تي بورت اون ايتي، ترتدي في الصيف؟ لا ده انا عايز الشتاء. كاسكي تي مي اون ايفير، ماذا ترتدي في الشتاء؟ مظبوطه كده. طيب وكيل فيتمون تي بورت ان ايفير، طبعا انا بسال يبقى بستبعد النقطه. بستبعد النقطة والأول بدور على علامات الاستفهام، لو لقيت مفيش في علامات الاستفهام إجابة واضحة أدور بقى على النقطة، لو كان نظام استفهام أو أمر عادي كده. تي ديموند او فوندير، يعني انت بتسال البائع لا ماتيور دون فيتمون، عن الماده الخام بتاعه اللبس. كاسكي تي دي، سؤال عن الماده الخام. هقول له ايه؟ هقول له اون كال ماتيير سا تروبي، يعني من اي ماده خام الفستان ده بيكون. او اقول له سيت فيست، الجاكيت ده او الفيست ده اون كوا، بيكون من ايه؟ من اي شيء. في رقم سبعة تي دي موندو فوندير، انت بتسأل البائع على ماتير دان فيتمون، يعني عن المادة الخام بتاعة اللبس. كاس كيل تي دي، ماذا هو يقول لك؟ هو هيقول لك ايه؟ هيقول لك هذا الفستان من القط، او الجاكيت ده من الايه؟ من الحرير. ده بالنسبة للسؤال رقم سبعة. السؤال رقم ثمانية او ماجازان دي فيتمون، في محل الملابس
كيس كي لو فوندير تي دي، البائع هيقول لك ايه؟ خلي بالك انت في محل ملابس، طبعا مش هيقول لك انا عايز بنطلون جينز، ولا هيقول لك كم يتكلف هذا الايه الستره انا روك، هيقول لك كيل كولير فوفولي، اي لون تريد، ده هيقوله لك. هيقول لك كيس كي فوفولي مسيو، ماذا تريد مسيو يا فندم. في الجمله رقم 9، تي ادور لي فيتمون اوني، انت بتعشق الملابس الساده، فبتقول الملابس الساده سي اوريجينال، دي اصليه او رائعه، او تقول جيم بيكو لي فيتمون اوني، انا بحب كتير الملابس الايه الساده. مش هتقول بقى انا بحب الملابس المخططه، ولا تقول بوف بوف دي تعبير للاستياء، ولا تقول ملابس الساده ايه سيئه. لو فوندير البائع تي دي موند بيسالك عن تاتاي، مقاسك، مقاس الطول بتاعك، وانا اخد بالي عن كلمه تاي مقاس طول، لكن بوانتير طبعا هتقابلنا مقاس الحذاء. طيب هو بيسالك عن المقاس المقاس الطول، فهو هيقول لك ايه؟ هيقول لك فو فات كيل تاي، انا بدور على السؤال الاول زي ما اتفقنا، او كيل تاي فولي فو. طبعا في علامه استفهام كمان، افيفو دي فاست، يعني هل عندك جواكت؟ طبعا مش مناسبه معانا في المعنى. تعالوا رقم 11، بنقول فيها تي دي موندا تونامي، يعني انت بتسال صديقك عن سون لوك بريفري، عن مظهره المفضل، فماذا تقول له؟ بتقول له انت بتحب اي لوك، اي مظهر، او ماذا تحب ان ترتدي. طبعا انا بسال ايه؟ بدور زي ما قلنا على الاثنين اللي فيهم علامات ايه؟ استفهام. تي كونتر، انت ضد لفيتمودو ماركا، يعني انت ضد الملابس الماركات. فانت بتقول ايه؟ انا ما بحبش ارتدي الملابس الماركات. ها؟ اهي جمله واضحه جدا اهي. او تقول الساترو شيغ، دي غاليه جدا. طيب في الجمله اللي بعدها 13، تي دي موندا انا مي، يعني انت بتسال صديق، سونو بونيون سيغ تومبول، بتسال صديق عن رايه عن البلوفر بتاعك. ها؟ فبتقول له كيلي تون افي سيغ مون بول، ما رايك؟ او كيلي تون بونيون، ما رايك؟ سيغ تون بول، لا دي مش نافع عشان هنا كلمة تون. كومون تي تروف مون بول، كيف تجد البلوفر بتاعي؟ يبقى دول الاثنين اللي انا هسأل فيهم، لان الاولى طبعا السؤال على المدى الخام، السؤال عن بلوفرك انت، لان بعدها طبعا البلوفر بيكون جميل، دي اجابة عندنا في رقم 4. تعالوا رقم 14، بتقول تي ادمير لاتيني دو تون كوبان، يعني انت معجب بزي صديق، كاس كي تي دي، ماذا تقول؟ تقول كيل بو فيتمون، يا لها من ملابس جميلة. تمشي. او تقول له تاتيني سي تريز اوريجينال، يعني رائع جدا الزي بتاعك. ماشي، مش هتقول له زيك لا يعجبني اطلاقا، ولا هتقول له دي سيء، ولا مش سيء، دي كلها كلمات بتدل على الاستياء. في رقم 15، تي بوغ ليفيتمون دو مارك، يعني انت مع الملابس الماركات، انت معاه متفق مع الملابس الماركات، فهتقول ايه؟ هتقول ايه ليفيتمون دو مارك سون دي بون كاليتي، يعني بتكون من ايه؟ من خامات جيده. وجي سوي بوغ ليفيتمون دو مارك، يعني انا متفق مع الملابس اللي هي الماركات او السينيه اللي هي معروفه عندنا. نبص في رقم 16، بنقول ايه في رقم 16 بقى؟ ان اكسسوار اي او ريبير، يعني في زينه او اكسسوار بس بشع، مش حلو، فانت هتقول عليه، هتقول لي مش، او تقول لي دي مودي، الموضه بتاعته قديمه. طيب الاكسسوار جولي، جولي يعني جميل، فانت هتقول ايه؟ هتقول لي سوبر جيلادور، يعني هو رائع انا بعشقه. أكور. شايفين ترجمة الكلمات ها قدامنا، وأبص الجملة كويس قوي زي ما اتفقنا مع بعض. في رقم 18، دي كامل مع بعض، تي دي موند أنامي، يعني أنت بتسأل صديق كل موتيف، وإحنا قلنا كلمة موتيف يعني نقشة، يعني رسمة على اللبس، هو بيحب، ماذا هو يقول؟ كاس كيل دي، ماذا هو يقول؟ فهو بيقول أنا بحب الملابس الإيه؟ أكارو
يبقى دي نقشة من ضمن النقشات. انا بحب الملابس ليفيت مو ابوا، يبقى دي نقشة من ضمن النقشات. عن رقم 19، تيفيلي بوتيك، انت تتسوق لشراء الملابس. كاسكتي دي اوفوندير، ماذا تقول للبائع؟ فبتقول له ايه؟ ماذا انت تقول للبائع؟ فبتقول له اين غرفة الايه؟ الاستياج اللي هي التجربة، او بتقول له الجملة التانية كومبيا كوتسا، كم يتكلف هذا؟ كم يتكلف هذا؟ في الجملة اللي بعدها رقم 20، تي ديموندو فوندير، انت بتسأل البائع عن لبس او بتطلب منه ملبس. كاسكتي دي، ماذا تقول له؟ طبعا هتقول له ان روب سيلفو بلاي، فستان من فضلك، او جيفو ان جيب نوار سيلفو بلاي، انا عايز جيبة سمرة من فضلك. طبعا الباقي مش خاصة باللبس عندنا، فناخد بالنا منهم كويس. في رقم 21 بنقول تي دي موندو فوندير، انت بتسأل بائع او بتطلب منه ان اكسسوار، واحنا قلنا كلمة اكسسوار يعني حلية او زينة، فطبعا بدور على حاجة بتخص الحاجات دي، فبلاقي براسيلي، يبقى جيفو ام براسيلي سيلفو بلاي، وبلاقي كلمة خاتم كمان ام باك سيلفو بلاي، خاتم ايه من فضلك. في رقم 22، تي دي موند انا مي، انت بتسأل صديق، بوركوا تي مي ان كاسكات، لماذا ترتدي قبعة؟ كاسكل دي، ماذا هو يقول لك؟ هو هيقول لك بقى اليا دي سولي بارتو، في شمس في كل مكان ممكن تمشي، وبيقول لك كمان الفي انسولي، يعني الجو ايه؟ مشمس، الجو مشمس. في رقم 23، تي دي موند ان فوندير، يعني انت بتسال بائع لو بري دون فيتمون، سعر ملبس. كاسكتي دي، ماذا تقول؟ سعر الملبس نفسه، يبقى كلي لو بري دو سات شيميز، ما سعر هذا القميص، او بتقول له كومبيان كوت سو بلوزون، بكم هذه السطرة. في رقم 24 بنقوله تي فا على بلاج، انت رايح البلاج، رايح الشاطئ. كاسكي تو مير تي دي، ماذا والدتك هتقول لك؟ كاسكي تو مير تي دي، هتقول لك ايه؟ هتقول لك في الحالة دي خد او ارتدي تا كاسكيت اي تي لونيت دو سولي، ارتدي قبعة ونضارة الشمس بتاعتك، او بتقول لك تون مايو دو بان ني لو بلاي با، يعني المايو بتاعك ما تنساهوش. داكور، طبعا مش هاخد الباقي هنا، ارتدي ساعة سويسرية، ماذا ترتدي في الحفلة، وما لم تقضعها في الشنطة. في رقم 25، تون امي صديقك تي دي موند بيسألك تيز اكتيفيتي ميناجور لو سوار، عن انشطتك المنزلية في المساء. كاسكل دي، ماذا هو يقول؟ اول جمله طبعا عشان هو اللي بيسالني، فبنقوله كال تاش ميناجور تي في لو سوار، او يقول لك تي في كوا لو سوار، بتعمل ايه في الايه في المساء. ودول زي ما قلنا قبل كده مع بعض اللي بيحملوا علامات استفهام، وصديقك بيسالك، هو اللي بيسال يبقى لابد يكون في سؤال. في الجمله اللي بعدها مباشره، في عندنا في رقم 26، تي دي موندا تونا مي، انت بتسال صديقك دو تكرير سا شامبر، ان يصف غرفته. كاسكتي دي، ماذا انت تقول له؟ انت بتقول له غرفتك شكلها ايه؟ كومو اي تا شامبر، او تقول له دي كري موا تا شامبر، لان السؤال والطلب زي بعض في الجمله اللي عندنا دي. في رقم 27، تي دي موند انا مي، انت بتسال صديق سيكل في كوند ايل سيلاف، ماذا يفعل عندما ينهض؟ اما يقوم بيعمل ايه؟ فبيقول جيمي ليفتو، انا بستيقظ سريعا او بنهض سريعا، ولا جي برون لو دي جينير، انا بتناول الفطار بتاعتي، ولا جي في لولي، انا بغسل برتب السرير، ولا جيمي لاف لو دون، انا بغسل سناني. طبعا في الاول عندنا في جو في لولي، انا برتب سريري، جو مي لاف لو دون، انا بغسل سناني، وجو برون لو ديجينير، برضو الجمله دي صحيحه ان انا بتناول الفطار، بس دول ممكن في الاول اكتر شويه عندنا. الجمله اللي بعدها تي ديكري تون ابارتمون، تتصف شقتك تون امي الى صديقه. كاسكتي دي، ماذا تقول؟ اليا يوجد غرفتين وكويزين مطبخ وسالدو با، جميل. طيب انت بتقول له لابارتمون دو مون اونكل،
ولا بتقول له إلي تريبول، هي جميلة جدا هي دي. لكن شقة عمي مش هتنفع طبعا، السؤال مش هينفع معايا، أنا أريد أن أؤجر شقة جديدة، وكلمة لوي يعني أجر. في رقم 29 عندنا تي دي موندا تونا مين، انت بتسأل صديقك لتاج دو سون ابارتيمون كاسكي تي دي، يعني الطابق اللي فيه الشقة بتاعته، فبتقول له ايه كاسكي تي دي، هتقول له الي اكلاج، يعني هي في اي دور، ماشي، اكلي تاج تونا ابارتيمون ايه، يعني في اي طابق تكون ايه شقتك. تي تنفورم انت بتستعلم اتونامي، بتستعلم من صديقك لنومبر دو شامبر، يعني عن عدد الغرف دو سون ابارتيمون في شقته كاسكي تي دي، فانت اللي بتستعلم، وبتستعلم عن الشامبر اللي هي غرف النوم. يبقى هتقول له كومبيان دو شامبر اليا دون تون ابارتيمون، يعني كم غرفه ايه في شقتك، او تقول له كيلينو نومبر دو شامبر دو تون ابارتيمون، ما عدد الغرف في الشقه بتاعتك. رقم 31 تي انفورم، انت تخبر صديقه بعدد الغرف في شقتك كاسكي تي دي، ماذا تقول؟ هتقول في شقتي يوجد ايه، غرفتين، تمام. هتقول له اليا كاتغ شامبر، انا بتكلم عن شامبر وما بتكلمش عن بياس، ما بتكلمش عن اجزاء تانية، انا بتكلم عن شامبر، وشامبر هي الغرف الخاصه بالكوشيه بالنوم يعني. بور انتر دير، لكي تمنع شخص عن عمل شيء ما، كاسكي تي دي، هتقول له لابد الجمله تبقى منفيه، هتقول له ني مانج بابيكو، ما تاكلش كتير، ني في با دو بروي، ما تعملش ضوضاء. في رقم 33 تي دي موندا تونا مين، انت بتسال صديقك لتاش ميناجور كيل نيم با، المهام المنزليه اللي هو ما بيحبهاش، كاسكي دي، ماذا هو يقول؟ هو ما بيحبش ايه؟ خلي بالك انت بتسأله عن المهام المنزلية اللي هو ما بيحبهاش، فهو هيقول لك ايه؟ هيقول لك جيدي تيست فاغ لافيس، انا بكره غسل الاواني، وهيقول لك كمان انا لا اكوي الملابس، حاجات هو ما بيعملهاش يبقى بيكره، مش هيقول بعمل او بحب. طيب انت تساعد والدتك ارانجي تا شامبر، في ترتيب غرفتك، طب اول حاجه جي في مون لي، انا برتب ايه السرير بتاعي، جي بالاي ما شامبر، يعني انا بكنس الغرفه بتاعتي، يبقى دول بقى ايه بقول فيهم المساعده في الغرفه، في ترتيب الغرفه، رانجي لا شامبر، نقرا الموقف كله. تي دي موند، يعني انت بتسال اتونامي صديقك سيكل في لو ماتا، ماذا يفعل في الصباح، كيسكي تي دي، ماذا تقول له، انت بتساله، فهتقول له تي في كوا لو ماتا، ماذا تفعل في الصباح، او هتقول له كل تاش من اجيت في لو ماتا، اي المهام المنزليه بتعملها في الصباح. في رقم 36 تي دي موند اتونامي، انت بتسال صديقك سكل في لو متى، ماذا يفعل في الصباح، بس هو اللي هيقول بقى، هيقول انا برتب السرير بتاعي، هيقول انا بتناول الفطور بتاعي، ماشي، جو برون لو بيتي دي جوني، يعني انا بتناول الفطور ايه بتاعي. في رقم 37 تي بارلو دو تا روتين كوديتيان، يعني انت بتتحدث عن النظام اليوم بتاعك، الروتين اليوم بتاعك في الصباح، فكاسكي تي دي، انت بتتكلم، يبقى هستبعد علامات الاستفهام، يبقى اول واحده انا بتناول الفطار بتاعي، ماشي، برتب سريري وغرفتي، تمام. يبقى رقم 38 تي دي موندا تونامي، انت بتسال صديقك سكيليا دون سا شامبر، يعني ماذا يوجد في غرفته، كاسكي دي، ماذا هو يقول؟ انت بتسأل، هو هيقول لك يوجد سرير وكمبيوتر، ماشي جميلة، يوجد مكتب ودولاب وسرير، ماشي تاكو، ماشي. خلي بالكم من الجمل دي وكررها اكتر من مرة، لان الجمل دي اللي هتنفعني في الترجمة وفي كتابة الموضوع عندنا. رقم 39 تي فو ديكورير تا شامبر، انت تريد ان تزين غرفتك كاسكي تي دي اتون بابا، هتقول ايه لوالدك؟ هتقول له انا سوف اضع ستارة على الشباك، جميل، طبعا هشتري استيكة مش هتنفع، انا هشتري بنطلون مش هتنفع، جي في اون لي، انا سوف اشتري برضو سرير ومكتب مش هتنفع، هشتري سجادة وبوستر، بوسترات يعني، يبقى دي تمشي معانا الجملة دي، تمام سليمة عندنا.
في رقم 40 بنقوله تيك سبريم لا بوسيبيليتي، انت بتعبر عن امكانيه دو فيغ لا فاسيل. خلي بالك امكانيه يبقى عايزه مني يا فيرب سافوار يا ايه يا بوفوار. فبتقول ايه سي فاسيل، انه سهل ان انا اغسل اواني. جي بو فير يعني استطيع ان انا اعمل الموضوع. البوسيبيليتي الامكانيه، الكاباسيتي الامكانيه، يبقى انا هروح على طول على فيرب بوفوار او فيرب سافوار طبعا، او ان انا اعبر عن سهوله الموضوع ده وقدرتي عليه. تيكس بريم انت تعبر عن الاراده، فولونتي فولونتي ديزير الرغبه، ماشي؟ يبقى انت بتعبر عن رغبتك، عن ارادتك، عن ان انت عايز الحاجه دي. هستخدم فيرب فير بقى، فيرب فولوار قصدي. يبقى أول واحدة هقول إيه؟ جام فيغ، أحب أن أعمل، لا. جينيم، لا. أسك جو بو فيغ، جو بو فيغ. الإرادة هي جي فو فيغ، أريد. ويدخل مع الإرادة هنا عندنا طبعا إن أنا ما عنديش إلا جملة واحدة طبعا، اللي هي الرغبة إن أنا بحب. الحب والإرادة، الرغبة، الأمنية، الحاجات دي بتدخل مع فيرب فولوار أخرى. تي دون تون أوبونيون، أنت تعطي رأيك عن حيوان. فبتقول هو بيكون أذكى وأكثر قوة. طيب بتقول هو بيكون الكلب أذكى وأخلص. بيكون أذكى وأخلص عندنا، يبقى أنا بتكلم كده عن رأيي عن إيه؟ حيوان. تيري موند، انت بتسأل تونامي صديقك، انت بتسأل صديقة دو فير كلك شوز، انه يعمل شيء ما، بتطلب منه انه يعمل حاجة، بتقول له اعمل رتب سرير، بتقول له يعمل شيء ما، فبتقول له استمع لهذه السيدي، استمع لهذه السيدي. طبعا لو بتقول له ما يعملش حاجة اختار النفي. الجملة الأولى سؤال طبعا، والأخيرة جيم لا ميزيك، أنا بحب الموسيقى. في رقم 44 تي دي موندا تونامي، أنت بتسأل صديقك عن أنشطته في الماضي. هسأله في الماضي، يبقى أنا عايز أسأله وأجيب له فعل بيدل على الماضي، والماضي اللي احنا خدناه مع بعض هو إيه؟ هو فينير زائد دو زائد مصدر الفعل، يبقى على طول هروح جاري الكاس كو تيو فيان دو فا، ماذا فعلت توان؟ أو ايه النشاط اللي انت عملته؟ يبقى انا عايز فينير زائد دو زائد مصدر فعل. تي ديموندا تونامي، انت بتسال صديقك سيز اكتيفيتي وبصيه عن انشطته في الماضي. هو هيقول لك بقى برضه دور على جمله فيها فينير متصرفه في المضارع زائد دو زائد مصدر فعل، يبقى جو فيان دو ريغاردي ان ماتش، جو فيان دو ريغاردي ان ماتش، وجو فيان دو فير لو لي، الاثنين هم في الماضي عندنا. نبدأ ناخد السؤال التاني، وبيقول لي السؤال التاني ايه بقى؟ الإجابة هنا بموقف واحد أربعة اللي هو الطبيعي اللي بيجي لسنة تانية. على بوتيك، في البوتيك، ماذا تقول للبائع؟ أنا أريد فوزافي انتايدو. أنت عندك مقاس اتنين، ما هو ما ينفعش أنا أريد زوجه من الأحذية وأنا بقول في البوتيك، ما تنفعش كالتاي فيت فو، ما تنفعش لكي أذهب إلى البوتيك من فضلك. تي بارل، أنت تتحدث عن الزي بتاع صديقك. فماذا تقول؟ بتتحدث عن زي صديق وليس صديقة. يبقى il porte un pantalon bleu et un pull gris، يعني هو بيرتدي بنطلون ازرق وبلوفر رمادي. في الجمله اللي بعدها تي دي موند، انت تسال صديقك بوركوا il préfère le costume، لماذا يفضل البدله؟ وخلي بالك كلمه بدله دي مذكر، فماذا هو يقول؟ بيقول له لانها انيقه، parce qu'elle est élégante، يعني البدله انيقه كده شكلها كويس. في رقم 4 تيشي انا مين، انت عند صديق وبتستحسن البلوزون بتاعته، السترة بتاعته، فبتقول له ايه؟ بتقول له طون بلوزون تري شيك، يعني السترة بتاعتك دي شيك جدا. في رقم 5 تي دي موندا تونامي، انت بتسأل صديقك ان يصف ملابسه، كاسكيل دي، ماذا هو يقول؟ يصف الملابس بتاعته. هو اللي هيقول بقى هيقول انا برتدي بنطلون جينز وبلوفر اسمر
ولا هيقول انا برتدي فستان. خلي بالك انا بكلم صديق، يبقى خلاص اخطأنا الاولانيه بقى، لان مش هروح اقول صديق. اللي بعدها وصف لي طبعا وانا بكره الموضه، دول اراء طبعا او امر عندنا. رقم 6 تيدي موندا تونا مي، انت بتسال صديقك. يبقى في رقم 6 بنقوله تاني تيدي موندا تونا مي، انت بتسال صديقك عن رايه عن الاكسسوارات بتاعتك. فماذا هو يقول؟ طبعا بيسال على الاكسسوار، واحنا عارفين ان الاكسسوار دي كلمه مذكر، فبيقول ايه سونتري جولي، دي جميله جدا. تيدون انت تعطي راي ايجابي، وخلي بالك من كلمه بوزيتيف يعني ايجابي. سير لي زاكسسوار دو تاكوبين، على الاكسسوارات بتاعت صديقتك. فطبعا بتقول لها سي اوريجينال، انها رائعه. ماشي، انها رائعه، لان انت اللي بتقول. طبعا مش هتقول تي اكسسوار سي موش، موش يعني سيء، تي اكسسوار سي موش دي سيء. لونيت طبعا بتسال عن رايها فيه، ميز اكسسوار دي بتسال عن راي صديقك في الاكسسوارات بتاعتك انت. في رقم 8 طمير، والدتك بريبار بتعد لودينار العشاء، كاسكال تيدي، ماذا تقول لك؟ هتقول لك اذهب لاعداد المائده، مش هتقول لك انا بعمل السرير، ولا هتقول لك انا برتب المنزل، ولا اذهب للعشاء في المطعم. لا، ده بتقول لك اذهب لاعداد المائده. في رقم 9 تي طمير، انت بتساعد والدتك ارانجي تا شامبر، في ترتيب غرفتك. فبتعمل ايه؟ ماذا انت تقول؟ بتقول شوفي مولي، انا برتب سريري. مش هتقول طبعا انا بغسل اواني، ولا انا باخد دش، ولا انا بعمل ايه واجباتي. في رقم 10 طبعا تيدي موندا تونامي، انت بتسال صديقك سيز اكتيفيتي كوديتيانو متاع عن انشطته اليوميه في الصباح، كاسكي تيدي، ماذا تقول؟ انا بساله هقول له كال ز اكتيفيتي كوديتيان ها تفعله متى؟ يبقى هي الاولى عندنا اللي انا هختارها مباشره اهي. الجمله اللي بعدها في رقم 11 تا شامبر اي ديزوردوني، غرفتها غير منظمه. كاسكو تا مير تي دي، والدتك بتقول لك ايه؟ بتقول لك سي كوا سي ديزوردر، ايه الفوضى اللي انت فيها دي؟ ما هذه الفوضى؟ خلي بالك من السؤال ده عشان هيجينا في الاختيار. في رقم 12 تونا مي تي دي موند، صديقك بيسالك لا ديكوراسيون دو تا شامبر، يعني ايه؟ ها الديكوراسيون، الزينه بتاعت غرفتك ايه؟ فانت هتقول له ماذا هو يقول؟ ده صديقك هو اللي بيسال. هيقول لك كومون تي ديكور تا شامبر، كيف تزين ايه غرفتك؟ ماشي، خلي بالك عشان ده السؤال الوحيد كمان في الجمله اللي قدام. في رقم 13 طامير، والدتك في لي في دي تاش ميناجير دون تا شامبر، يعني هي بتعمل مهام منزليه في غرفتها. فماذا هي تقول؟ هي بتقول ايه بقى؟ بتقول جي باس لاسبيراتير، انا بشغل المكنسه، هي بتشغل المكنسه. لا، ده هي اللي بتقول، يبقى جي فيلو لي دو مون فيس، يعني انا برتب سرير ابني دنايا حبيبي يعني. ماشي، تي دي موندا تونا مي، انت بتسال صديقك سيز اكتيفيتي او فيتير، عن انشطته في المستقبل، كاسكيل دي، ماذا هو يقول؟ طيب انا بساله ماذا سوف تفعل؟ لان انا ها عايز ايه؟ ها ده سؤال، بس هو اللي هيقول بقى. يبقى هيقول ايه بقى؟ ده انشطه. انت تسال صديقك عن انشطته، هيقول انا سوف ارتب السرير. طيب ده نشاط؟ ماشي، ده نشاط، لان هو اللي هيقول، هو اللي هيقول، يبقى هيدي اجابه. بور كونسيي لننصع اتونا مي، عشان تنصح صديقك دو فير كلكي شوز نافع لشيء ما. طبعا قبل ما نحل السؤال ده، ما بفكركم ان بكره باذن الله الساعه 11 في لايف، هنعمل لايف مفتوح ما بيننا بحيث نتناقش في اللي هيحصل في الفترة القادمة بإذن الله، وخاصة مراجعاتنا في الفترة القادمة، وبعض الرؤى وبعض الآراء بتاعت بعض الزمايل، بعض الأسئلة طبعا المهمة اللي ممكن تيجي ومتوقعة بإذن الله في الامتحان، هنتكلم فيها بإذن الله. نقول تاني رقم 15 لكي تنصح صديقك لعمل شيء ما، انت بتنصحه ها، خلي بالك. فبتقول له ايه؟ ماذا تقول له؟ في دي سبورت، مارس الايه؟ الرياضه. ما انا بنصحه بقى، فبقول له مارس الايه؟ الرياضه.
كده وصلنا بقى الجزء الجرامير، وهناخده بإذن الله في الحلقة القادمة على طول، حتى وهنزل مباشرة بعد الحلقة دي بإذن الله. وأتمنى ليكم عام سعيد، وإحنا مستمرين في المراجعة. ما تنسوش لايك للفيديو، لايك مهم قوي يا جماعة اليومين دول، لايك للفيديو ومشاركتكم طبعا في القناة تسعدنا جدا. بالإضافة انتظرونا بكرة اللايف الساعة 11 مساء يوم الجمعة. و مرسي بورفو، وإلى اللقاء.